طيب قبل ما نبدأ في تخليص الحلقة عاوز اقول اني هتكلم عن كايدو 5 دقايق عشان نفهم مين كايدو وايه دور الاكبر في القصة وايه كلماته الغريبة اللي قالها في الحلقات السابقة عن الجي بوي وايه علاقته اصلا بالجي بوي اللي مات من 800 سنة فاتت. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان انتوا بقيتوا كسلانين في عمل اللايك، والكلام موجه للناس اللي ما بتعملش لايك. عطنا لايك يا اخي، عطونا لايك يا اخي، عطنا لايك. يلا يا كسلان منك ليه، خش على اللايك وفرقعه، وما تنساش انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. قبل 59 سنة او زي ما يقال اتولد كايدو في الجراند لاين في جزيرة اسمها فودكا، وهو في سن العشر سنوات اعتبروا كايدو من اشرس المقاتلين والمحاربين هناك، وكان بيقود جيش الجزيرة لمحاربة الجزر التانية بهدف النهب والسيطرة عليها، وكمان عشان تكون دولته معترف بيها بين الدول التانية انها دولة قوية وتكون لها دور في اوقات الريفيري. بعد كام سنة وبيبدأ كايدو يتساءل ايه هم التنانين السماوية وايه دورهم في الحياة بما انهم حسالة وما بيعملوش حاجة غير انهم بيحكموا بطرق بشعة عشان يرضوا رغباتهم الشخصية. كايدو كان عنده تساؤلات كتير بتدور في راسه. كايدو راح للملك عشان عاوز اجابات على الاسئلة دي، لكن الملك ما ادالوش الاجابات اللي كان مستنيها او اللي هي ترضيه. في الوقت ده حصل تمرد من كايدو على الملك واعتبروه تهديد عليهم وعلى الجزيرة. بيأمر الملك الجنود انهم يمسكوه، لكن كايدو قتلهم كلهم. حصلت معركة لم يتم الكشف عنها هناك، ولكن يقال ان ربع الجزيرة او ربع القصر اللي هم فيه اتدمر تماما، وجنود كتيرة ماتت هناك في الوقت ده. كايدو كان متميز جدا بين الجيش بجسمه الفولاذي، وده خلى عيون الحكومة تكون عليه، ولكن في النهاية كايدو اتهزم برضه. ويقال في الوقت ده ان كان كايدو عند سن 16 سنة من عمره. كايدو تم تسليمه للبحرية كنوع من الصفقات ان جزيرة فودكا تكون عضوة رسمية في اجتماع الريفيري، ولكن بعد عدة ايام بعد ما كايدو استعاد قوته من جديد بيقدر يهرب من الحكومة. في الوقت ده البحرية حطت مكف عليه وهي 70 مليون بري. بتعدي 5 سنين وكايدو اصبح اقوى من زي قبل، لدرجة ان كايدو بقى بيخلي جنود البحرية تقبض عليه عشان يروح ياكل الاكل بتاعهم اللي في السفينة عندهم، يعني من الاخر كان معتبرهم المطعم بتاعه. وقت ما يجوع بيسلم نفسه ليهم، وبعد ما بياكل ويشبع بيدمر السفينة وبيهرب تاني. تقريبا في سن 23 سنة او ما بعد كده سمع اللحية البيضاء بذلك الشخص. كايدو كان في الوقت ده ما كانش قرصان، ده كان شخص زيه زي اي حد عادي، لكن ما كانش عادي قوي، لكن نكتفي انه ما كانش قرصان. بعدها عرض اللحية البيضاء على كايدو انه ينضم ليهم وهو طاقم الروكس، وبالفعل انضم كايدو ليهم. طبعا احنا عارفين مين طاقم الروكس فمش هحكي عنهم حاجة، وانا شرحت مين هم طاقم الروكس هنا على القناة، تقريبا اسم الفيديو ليونكو الخامس او اللقاء المنتظر. بعد ما انضم كايدو ليهم حصلت معركة بين طاقم الروكس والبحرية وملك القراصنة جولدي روجر، واتحالفت البحرية مع روجر عشان يهزموا طاقم الروكس، وبالفعل تم تهزيم طاقم الروكس في الوقت ده. بعدها تفكك طاقم الروكس وكل شخص منهم اسس طاقم لوحده. في نفس الوقت الاخبار لفت العالم بان طاقم الروكس اتهزم من البحريه. طبعا الناس ما كانوش مصدقين ازاي طاقم بالقوه دي يتهزم، لكن بعدها صرح الكاتب ان سبب خساره طاقم الروكس هو ان ما كانش فيه تفاهم بينهم والعمل الجماعي كان معدوم تماما. طاقم الروكس قبل الهزيمه كان معروف باقوى طاقم في العالم، وفي نفس اليوم ادت البيجمام لكايدو فاكهة التنين بتاعته وعرفته ان الدين بتاعها ملهوش نهاية، يعني مهما هتعمل مع البيجمام من مواقف برضه هيفضل ليها دين عليك. في مسير كايدو كقرصان اتهزم 7 مرات وتم القبض عليه 18 مرة من البحرية. في مرة من المرات لما كان كايدو محبوس عندهم نقلوه في جزيرة اسمها بانكهازا وسجنوه في معهد الابحاث اللي هناك. الجزيرة دي كانت عليها العالم الشهير في جابانك. طبعا في جابانك عمل ابحاث على كايدو واستخرج منه الدي ان ايه بتاعه، وده طبعا خلاه يصنع فاكهة شيطان نسخة من كايدو اللي شفناها حاليا مع مومونوسكي. لكن زي ما قلنا في فيديو سابق انهم ما كانوش في الوقت ده مقدرين قوة كايدو واعتبروها كانت تجربة فاشلة، لكن كالعادة كايدو قدر يحرر نفسه. في اثناء الوقت ده كايدو شاف شخص برضه بيتعمل عليه تجارب، الشخص ده كان اسمه البر. كايدو شاف ان البر من سلالة نادرة جدا وقوية جدا للغاية، وبسرعة عرض على البر انه يحرره من هنا بالمقابل ينضم ليه ويكونوا طاقم مع بعض. البر بيسأل كايدو هو انت هتقدر تحميني؟ كايدو بيفاجئه وبيقول له انا الوحيد الشخص اللي اقدر على كده. في غلاف تاني بنتفاجئ كلنا ان كايدو طلع عارف مين هو الجي بوي وعارف ايه قصته كلها، لكن برضه لم يتم الكشف عنها ازاي عرفه وازاي عرف اسراره عن الجي بوي. كايدو بعد ما عرف مين هو الجي بوي سخر نفسه للشخص المنتظر اللي هيجي يتغلب عليه ويكون اقوى منه، اي بيعتبر انه هيكون الحاجز للقراصنه اللي هيفكروا يكونوا هم الجي بوي، وكمان عشان يحقق المعجزات اللي انتظرت من 800 سنه، يعني
الشخص اللي هيتغلب على كايدو راجل لراجل هيكون هو الجي بوي. بعدها كايدو اطلق على ألبر اسم الملك اللي هو حاليا معروف باسم كينج. في مسير كايدو جمع طاقم قراصنة خاصة بيه. بعد 10 سنوات من تجميع الطاقم واشتهر بشهرة كبيرة جدا، عرضت عليه واحدة اسمها جي هوراشي، ودي واحدة من الطاقم عنده، والست دي كانت واحدة من بلد وانو زمان، واكيد عرفناها من ارك وانو. المهم ان الست دي عرضت عليه انه يحتل بلد وانو، وانها فيها معادن كتير واكتريتها معادن الكروكسكي اللي بتقدر تبتل فواكه الشيطان، وانهم كمان يبنوا مصانع هناك ويصنعوا فيها اسلحة، وده هيدي الكايدو نفوس كبيرة وكمان هتزيد من قوة الجيش تبعه. بعدها تعاون كايدو مع اوروتشي وبنوا مصانع كتير هناك، وكمان كايدو بنى قلعة انغشيما هناك. بعدها بيظهر اودين وتحالفوا مع بعض لمدة 5 سنين على اساس انهم هيسيبوا بلد وانو وهيمشوا منها بعد ال5 سنين. طبعا انا مش هتكلم في التفاصيل اللي حصلت، لكن لو عاوزين تعرفوا كل حاجة بقية الارك في القناة روحوا شوفوه وتعالوا كملوا معانا عشان تفهموا. بتعدي 5 سنين وطبعا زي ما كلنا عارفين وشفنا خيانة اوروتشي وكايدو لاودين، اودين قرر هو والاغماد التسعة اللي هم اتباعوا انهم يقتلوا كايدو ويخرجوه من بلد وانو. بعد قتال طويل بين كايدو واودين واتباعه حصلت مكيدة في الحرب ما بينهم مما ادت الى انتصار كايدو، لكن رغم من الانتصار ان برضو كايدو طلع متصاب، وكايدو الاول مرة شفنا فيه ندبة اثرت فيه، حتى هو بذات نفسه كان معترف ان اودين كان قادر على قتله. بعدها كايدو بيحرق كل حاجة تخص اودين وبيتربع على عرش القمة. في نفس المسيرة تمكن كايدو انه يحصل على اول بونجليف الطريق اللي كان في بلد وانو، ودول 4 احجارة بيوصلوا لجزيرة رافاتيل، بمعنى اخر هي جزيرة الوان بيس. وفي نفس الوقت بنتفاجئ كلنا باعدام ملك القراصنة جولدي روجر. كايدو تلقب بواحد من اليونكو بعدها وتعرف باقوى مخلوق على وجه الارض. طبعا كلمة اقوى مخلوق غريبة شوية، يعني بمثال ليه ما قلتش اقوى انسان بدل مخلوق؟ لان يا صديق انا ما اعرفش بصراحة، لكن في كلام كتير على السوشيال ميديا ان كايدو من فصيلة الغيلان واكتريتهم متفقين على كده، لكن ده طبعا مش موضوعنا. بعدها بنشوف كايدو الاول مرة من وقت انشاء سلسلة وان بيس بالكامل، يعني من 25 سنة في واقعنا الحالي، احنا كبشر مش انمي يعني. واهي لسه القصة شغالة وما انتهتش، يعني اعمل حسابك ان شعرك هيبيض وهتمسك عكاز في ايدك عشان تمشي بيه، ولسه قصة وان بيس هتفضل شغالة، ممكن كمان اودا يموت واولاده يمسكوها مكانه. في الوقت ده بنشوف كايدو وهو بيبحث عن مكان يموت فيه، وبصدفة مقصودة طبعا بينزل عند السوبر نوفا اللي هم كانوا بيشكلوا تحالف عشان عاوزين يهزموه. طبعا بيتغلب عليهم كلهم ومنهم اللي بينضم ليه. بعدها بنشوف مواجهة لوفي ضد كايدو، وبنشوف ان كايدو اتطور بشكل كبير جدا وقوته بقت جبارة قوي، ورغم ان القتال دار في الحلقة 16 دقيقة متواصلين بين لوفي وكايدو، الا ان كايدو ما كانش بيصد ولا هجمة من لوفي، وبضربة واحدة من كايدو خلي الجسم لوفي كله عبارة عن دم واتحبس كمان عنده. بعدها بنشوف ان كايدو كان شغال مع واحد من الشيت شيبوكاي اسمه دوفلامينجو، وده كان بيورد له فواكه الصمايل الاصطناعية، ودي كانت بتدي للطاقم بتاعه قوة وحش، وبتدور احداث كتيرة زي تحالف الساموراي مع لوفي وتحالف 3 من السوبر نوفا بالطاقم بتاعهم عشان يهزموا كايدو. في نفس الوقت في بلد وانو بتوصل اليونكو البيجمام عشان عرفت ان قبعة القشروفي في بلد وانو، ولكن يشاء القدر وتتحالف هي وكايدو مع بعض. بيعملوا التحالفات دي خطة وبيدخلوا بيها قلعة انغشيما، وبرضو ما ننساش قتال الاغماد التسعة اللي بصراحة كان حاجة فوق العظمة ضد كايدو، لكن برضو كايدو كان اقوى منهم وهزمهم كلهم. بعدها بيوصل لوفي والباقيين على السطح عند كايدو وبيتحاربوا مع بعض. بعدها بيقف كايدو والبيجمام في وش السوبر نوفا وبيحاربوا بعض، والقتال ما بينهم كانت حاجة فوق العظمة برضو، وممكن دي يكون اعتبارا للناس ان دي اعظم حرب شافوها في حياتهم، لكن برضو التفوق كان عند كايدو. وبعد هزيمة كايدو لوفي عدة مرات الا برضو كان بيحاول ينافس كايدو، لحد ما اخيرا قدر لوفي انه يطور من نفسه ويستخدم الهاك الاسمي زي كايدو، لكن برضو عشان ما عندوش خبرة اكتر في الهاك الجديد بيفقد الوعي وبيقع من قلعة انغشيما وبيقع في المية. بعدها وبيعلن كايدو انتصاره على لوفي وبيعرف كل اللي في المكان. والحد هنا احنا خلصنا للحلقة 134، هنكمل بقية الحلقات، وبرضو ما تنساش الاشتراك واللايك عشان ده بيساعد كتير. بس عاوز اقول حاجة اخيرة، انا هنا حاطط وان بيس في القايمة الاولى، يعني ما ببديش اي انمي عليه خالص، ودايما هو بكون حطه في الواجهة الرئيسية، اول ما بخلص منه حلقات بنزلها على طول. وكمان انا خطي انذار في القناة بسبب تخليص المتكرر لوان بيس، فلازم برضو انزل اي انمي تاني معاه. وكمان عملت قناة احتياطية، خش بسرعة فجر الاشتراك هناك عشان هناك هلخص انمي المحقق كونان ودراجون بول وبعضا من الانميات الجديدة. وكمان الريتش بتاع القناة هو على الاخر، يعني يا ريت تدي مشاهدة ولو واحدة كل يوم بس. ويلا بينا للحلقة الجديدة. بنشوف مومونوسكو هو لسه عمال يصرخ من الالم اللي جاي له في راسه. بعدها بنشوف كيمن وهو بيسمع صوت مومونوسكو لحد ما بيوصل عندهم. بعدها بنشوف بيرو اسبيرو وهو قتل
كل الساموراي اللي هناك، وكمان تشوبر بيكون متصاب وواقع على الارض، لكن برضو بير سبيرو بيهاجم عليه ومش رحمه. بعدها بنشوف تشوبر وهو خلاص تحوله بدا ينفذ منه، لكن بيفتكر لما كان في السفينه وبيقول له سيزر بعد ما شاف كله الرامبل بتاعته انه يقدر يزود قوه الوقت اللي بيتحول فيها الوحش، يعني تشوبر بيقدر يتحول لقوه الوحش بتاعته لمده 3 دقائق بس. اما سيزر بيقول له انه ممكن يعمل له تركيبه تحوله لقوه الوحش لمده 30 دقيقه. يا الهي. لكن تشوبر بيبص له كده وبيقول له يا عم ما هي 30 دقيقه اكيد ليها اثار جانبيه ودي هتاذي جسمي جامد. بيقول له انت عبيط يا ابني ولا ايه، انت لو بتفكر بالطريقه دي يبقى عمرك ما هتتطور ابدا. بص حواليك وشوف انت فين بالظبط، انت في الجراند لاين اللي مفيش حد بيرحم التاني فيه. وتشوبر واقف محتار وعمال يفكر، وبعد تفكير كتير من تشوبر بيقول له يا عم خلاص اعمل اللي انت عاوزه، المهم ان اقدر اساعد اصدقائي. بيقول له هو ده الكلام، يلا معلم بقى حضر لي المكونات اللي هقول لك عليها دي وهاتها بسرعه. نرجع للحاضر بقى وبنشوف كوين وهو بيهاجم على تشوبر بالليزر بتاعه، لكن تشوبر بيتفاداها في اخر لحظه. وفجاه تاني بنشوف بيرس بيرو وهو بيهاجم هو كمان على تشوبر، لكن المره دي بيصدها بايديه. هو ده الكلام يا عم تشوبر، وهم واقفين بنلاقي كوين بيفكك راسه وبيتمدد، وبسرعه بيروح يعض تشوبر من كتفه وبيثبته مكانه. يا ابن العضاضه. بيفتكر تشوبر كلام لوفي وهو بيحمس فيهم وبيعرفهم انه بيعتمد عليهم هنا عشان هو هيطلع يحارب كايد. الطاقه بتشتغل عند تشوبر وبيمسكه من رقبته وبيرميه بعيد، لكن كوين بيهاجم عليه مره تانية وبيجري عليه تشوبر وبيقدر يمسكه من رقبته. وفي نفس اللحظه بتظهر البنت دي وبتعلن للجميع ان قبعه القش لوفي اتهزم وغرق في البحر، والمنتصر في معركه السطح هو كايدو. الكل بيسمعها وبيكون مندهش من كلامها ما عدا سانجي وزورو اللي هم ما بيكونوش مصدقين ان قائدهم خسر. في اثناء الوقت ده بنشوف كانجورو وهو لسه بيرسم شخصيه تانية. الله يخرب بيتك انت ما بتزهقش يا عم من الرسومات دي، بس يا ترى هيكون راسم لنا ايه المره دي؟ نرجع بقى لمونوسكو وكيمن، وبتشوف شنوب الضفدع ده وبتعرف انهم متراقبين، وهم واقفين فجاه بيسمعوا صوت حد جاي لهم من على السلم. بيروحوا يشوفوه وبيلاقوه اودين هو اللي جاي لهم. شنوبي بتتصدم والدموع بتنزل منها وفرحانه ان سيدها لسه عايش، وكمان مومونوسكي عمال يعيط وفاكر ان ده ابوه. بيمسكوا كيمون وبيفهموا انه ده مش ابوه. بتقف كيكي قدام اودين وبترفع السيف في وشه وبتنطلق عليه، لكن اودين بيفكرها بذكرياتهم مع بعض لحد ما كيكي بتتردد في لحظه في قتله وبتلاقي السيف راشق في جسمها. بيمسكها كيمون وعمال يعيط هو كمان عليها. بتقول له كيكي انها اسفه انها ما قدرتش تعمل حاجه قدامه، وبتقع على الارض لكن ما نعرفش اذا كانت ماتت ولا عايشه. بيظهر كانجورو على شكل الاصلي وبيفضل يرقص ويستفز في كيمون وبيقول لهم انتم فشله انتم مالكمش لازمه. بيستخدم كانجورو قوته وبيرسم رسمه اكنهم داخل مسرح ولسه برضه عمال يستفز فيه، لكن بيجري كيمون عليه وبيقدر يقطعه. بس يا رب يكون مات بجد المره دي عشان انا زهقت من الشخصيه اللي ما عندهاش ذره حب واحده دي. بيقع كانجورو على الارض اخيرا وباين انه مات. بتقول شنوبي انهم لازم يغيروا مكانهم باسرع وقت لالا العدو هيكون عندهم دلوقتي. وفجاه بنشوف اللي بيكسر عليهم السطح من فوق وبينزل عندهم. ايوه ده كايدو يا جماعه ملك الوحوش. بيقول كيمون للشنوبي انها تاخد مومونوسكو وتهرب من المكان بسرعه. بيقف كيمون في وش كايدو. لكن كايدو بيستخدم قوته وبينزل بيها على كيمون بيدفنه مكانه في الارض. وبكده بتخلص الحلقه على كده. طب يا جماعة الحلقة اللي هي المفروض ال 1136 انا قعدت انتظرتها 3-4 ساعات يعني لحد الساعة 6 الصبح وفاكر انها تنزل، لكن في الاخر لقيتها ان هي نص حلقة لتخليص بقية الحلقات اللي فاتت. يعني حبيت بس اقول لكم واعرفكم مش اكتر. طب يا جماعة ما تنسوش الاشتراك واللايك، واللايك اهم حاجة عشان والله بيساعدنا، والله كمان احنا بنتعب في الفيديوهات وربنا مش بنعملها بالهبل يعني وخلاص. وما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسلام.